استاذ كمال ابو ريان، انا برحب بيك معانا النهارده. النهارده موجود في مهرجان اسكندريه، كلمني عن حضورك النهارده وشايف ازاي تكريم استاذ لطفي لبيب وكمان استاذ انا. انا في غايه السعاده ان لطفي لبيب يكرم، فنان جميل وفنان مثقف وفنان قومي وطني عروبي. انا اعرف الاستاذ لطفي عن قرب يعني، انا سعيد جدا بتكريمه، وطبعا سعيد جدا بتكريم استاذ نيلي، وسعيد بالمهرجان نفسه، لانه مصر يعني لها شأن كبير ولها باع طويل في صناعه السينما، يمكن ثاني صناعه السينما في العالم كانت مصر سنه يمكن 26 على ما اعتقد 1926 يعني. ومصر والسينما المصريه شكلت وجدان العالم العربي مش وجدان المصريين بس. كانش لينا نصيب ان انا اشوفك بعد النجاح اللي حصل بنعمل افوكاتو في رمضان، واقول لك مبروك على النجاح اللي حصل، ودور كان فظيع جدا ما شاء الله. شفت ردود الافعال ازاي عليه؟ وانا عارفه ان انت كمان هتشارك في ايش. لا انا مش هشارك في ايش، لا مش مهم. شكرا جزيلا، شكرا. ردود الافعال على نعمل افوكاتو كان هايل، كان هايل، كان هايل، وشغلي مع محمد سامي كنت مستمتع بيه والله. بتحضر لايه جديد الفتره اللي جايه بدل لما انت مش هتكون في ايش؟ دلوقتي في مهرجان اسكندريه وبنتكلم عن مهرجان اسكندريه، فخلينا بس عشان محتاج، انما في شغل قريب ما لسه ما تعاقدش عليه. كلمه تعاقد حبايبي، دول حبايبي.